صباح الخير جميعا، أهلا بحضراتكم وشكرا على تلبية الدعوة للمشاركة في هذه الدورة الثانية من إيديوتك. العام الماضي كان الدورة الأولى، واليوم بالنيابة عن اللجنة المنظمة لإيديوتك 23 بشكر حضراتكم على تلبية الدعوة. عاوز أقول إن فكرة إيديوتك ده بتاع التعليم العالي، فكرة إيديوتك للتعليم الفني والتكنولوجي، هو لقاء يتجمع فيه المعنيين بالتعليم الفني مرة سنويا، يتجمعوا معا يتناولوا القضايا ذات الأولوية بالنسبة للتعليم الفني، الستيك هولدرز بتوع التعليم الفني في مصر مع الشركاء الدوليين يرتبوا أولوياتهم خلال العام القادم. إيديوتك من وجهة نظرنا هو تشاور، هو نظرة جماعية للمستقبل، هو يعني العمل المشترك معا. التعليم الفني متنوع ومتشعب ومنظومته واسعة، يحتاج إلى أننا نتضامن معا، نضع أيدينا في أيدي البعض ولكي نحقق الأهداف اللي احنا كلنا بنرجوها بإذن الله. بالتوازي للملتقى، المؤتمر اللي بنتحدث فيه ونتناول القضايا ذات الأهمية في معرض زي ما حضراتكم شفتم، في 40 عارض منهم 11 جامعة تكنولوجية، وكل المؤسسات عندما نتحدث حول التعليم الفني ومقدمي الخدمة والمدارس وأنواعها نلاقي في القاعة اللي جنبينا على الأرض مقدمي هذه الخدمات وهذه الأنواع من المدارس، مع أيضا أجنحة للشركاء الدوليين اللي برحب بيهم جميعا. أيضا في الداخل في مسرح تفاعلي بنتوقع، طبعا ما توقعناش يعني الإقبال الشديد جدا، السنة اللي فاتت جه 5000 خلال اليومين، شكل الأمر ده هيزيد، في أولياء أمور وفي طلبة وفي مدارس بيشاركوا في أنشطة مصاحبة للمؤتمر وللمعرض، العارضين والمهتمين والشركاء الدوليين بيقدروا انهم في المسرح اللي في القاعة بتاعة المعرض يقدروا يلتقوا بالشباب ويلتقوا بالتلاميذ، يلتقوا بأولياء الأمور طوال اليومين في برنامج أنشطة مصاحبة للمعرض. في عجالة هقول لحضراتكم اليوم هيمشي ازاي بعد ما نستمع إلى يعني مقدمة بسيطة للدكتور محمد مجاهد، ثم ممثلي الشركاء الدوليين الموجودين معانا، ثم ترحيب من معالي الوزير الدكتور رضا حجازي يرحب بحضراتكم، وبمعالي الوزيرة الأستاذة الدكتورة هالة السعيد اللي مشرفانا ومنورانا النهاردة. هنسمع بعد كده كينوت سبيتش، كلمة أو محاضرة افتتاحية هتتناول فيها القضايا المختلفة المرتبطة بالتعليم الفني، وبعدين في جلسة أولى هتبقى جلسة حوارية هيشارك فيها نخبة من الخبراء والمعنيين بمجالس المهارات القطاعية مباشرة بعد كده، ثم جلسة تدور حول حالة التعليم الفني في مصر، شكل التعليم الفني، وضعه، إيه اللي حصل من السنة اللي فاتت للسنة دي، مختلف القضايا اللي اتكلمنا فيها في إيديوتك 1 إيديوتك هنتكلم فيها في هذه الجلسة حول شكل التعليم الفني في مصر شكله إيه دلوقتي. وبعد كده في تقديم لنتيجة دراسة هامة عملها البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية الـ EBRD مع وزارة الهجة ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني حول حركة العمالة والفرص المتاحة في المنطقة المحيطة والدول العربية. وبعد كده ده هيبقى النهاردة. بكرة عندنا طبعا جلسة حول الاستدامة والممارسات الخضراء، وطبعا دكتور هلا هتعجبك يعني كانت النجمة بتاعت كوب 27، فاحنا هيبقى في جلسة حول الطاقة الجديدة والمتجددة، الهيدروجين، الجرين هيدروجين، والمسائل المرتبطة بالاستدامة. وايضا مهم لان معانا عدد كبير من رجال الاعمال هيشاركوا في جلسات نهضه، لكن ايضا هيبقى غدا في جلسه حول التمويل، قضايا التمويل، ومعانا وزاره الماليه ومبادره ابدا، ودي مبادره بيقودها مجموعه من الشباب واحنا سعداء بيهم وهيشاركوا معانا بقوه الفتره الجايه.
ثم مسك الختام هتبقى جلسة على الريبراندينج، إعادة يعني تحسين الصورة الذهنية وللتعليم الفني، وهيبقى فيها محاضرة من الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي. في النهاية بشكر حضراتكم جميعا مرة أخرى، لكن لو أذنتولي في دقيقة واحدة عاوز كل المجهود ده اتعمل من خلال شركاء مع وزارة التربية والتعليم ومع إيديوجيت، هذكرهم في عجالة: الجي اي زد، هيئة التعاون الألماني بالنيابة عن الحكومة الألمانية، مشروع قوى العاملة، قوى عاملة مصر الممول من US AID، الاتحاد الأوروبي ومشروعاته المختلفة، مدارس وي المصرية للاتصالات للتكنولوجيا التطبيقية، اتحاد الصناعات المصرية، الجامعات التكنولوجية، هيئة الجامعات التكنولوجية الجديدة، الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، أكاديمية ناس للعلوم والمهارات، تأهيل لتنمية مهارات التميز، أحد مؤسسات نهضة مصر، شركاء الصناعة بالمدارس الفنية التطبيقية، مصلحة الكفاية الإنتاجية. شكر كبير لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ومعالي الوزير الدكتور هدى السعيد، التربية والتعليم والتعليم الفني ومعالي الوزير الدكتور إيدا حجازي. شكري لكم جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله.